السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت فور، منهج الصف الرابع الابتدائي، الترم الاول 2025 من كتاب جيم الاضواء. ومعنا النهارده يونت 5، الوحده الخامسه. وير دو يو ورك، اين تعمل؟ هتلاقوا قائمه تشغيل في صندوق الوصف فيها شرح المنهج بالكامل وحل تدريبات كتاب جيم. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. ونبدا مع بعض. يونت 5، وير دو يو ورك، بيج 156، صفحه 156. تشوز، اختار. يوسف از نوت، هي لافز ميكينج ثينجز ورك، بيحب ان يجعل الاشياء تعمل، يبقى الكتريشن، كهربائي. هير از ذا نوت، هي كولكت ذا ترش، بيجمع القمامه، يبقى جاربيج كولكتور، جامع القمامه. ابلمر فيكسز، هنا السباك بيصلح ايه؟ بايبس اند فوسيتس، المواسير والحنفيات. My room was not yesterday. I had to tidy it. My room was messy. حجرتي فوضوية امبارح. أنا كنت مضطر أرتبها. نقط. Drives to many different places. من اللي بيقود لأماكن مختلفة؟ تبقى إيه؟ درايفر، السواق. A driver. نقط. Brings us the parcels. بيجيب لنا البارسلز. مين يا ترى؟ ميل كارير. ساعي البريد. ساعي البريد. Page 158. صفحة 158. تدريبات ليسون 1، الدرس الاول. السؤال الاول، ليسن اند سيركل، استمع وضع دائره. ذا كوركت انسر، حاول الاجابه الصحيحه. فروم اي بي سي او دي، من الاربع اختيارات. هنسمع ونحل. اي ام عمرو، اي ام ابلامر. سام تايمز اتس ويت اند ميسي بيكوز اي هاف تو فيكس بايبس اند فوسيتس. اي لاف بينج ابلامر، اي لاف بينج ابلامر. Because I like being able to help people when they have a big problem. People are always happy to see the plumber. يبقى هنا بيقول لي عمرو بيكون سباك، احيانا بيكون الجو مبتل وفوضوي. عمرو بيحب كونه سباك. الناس دايما بتكون سعيده لما تشوف السباك. يبقى هنا اول سؤال نص استماع، بسمع نص استماع وابدا اركز وحل. Choose the correct answer. السؤال الثاني اختياري على كلمات الدرس. نقط. هيلبس اس، بيساعدنا. فيكس ذا بايبس، نصلح المواسير. تو جيت ووتر، اكيد بلامر، السباك خلاص. نقط. هيلبس اس اول، بيساعدنا. هي تيكس اوي اول ذا تراش، بياخد كل القمامه، يبقى جاربيج كوليكتور. ذا نقط. فيكس ذا كارز، مين اللي بيصلح السيارات؟ ميكانيكس. كايرو بريديوس اراوند 20 مليون تنز اوف جاربيج، بتنتج حوالي 20 مليون طن من القمامه كل سنه. بلامر فيكسز بايبس اند فوسيتس، يعني بيصلحوا ايه؟ السباكون، المواسير والحنفيات. ذا نقط ارايفد، ليتس جيت اون ذا باص، نقط وصل، هيا نركب الاتوبيس، يبقى باص درايفر، سواق الاتوبيس. ماي كلوز، ملابسي، بيكام نقط افتر ريننج، بيكام ويت، اصبحت مبتله بعد المطر. اي ووز ماتش بيتر ات، انا افضل كثيرا في ايه؟ بايبس، هتبقى فيكسينج بايبس، في تصليح المواسير والحنفيات من السيارات، فيكسينج تصليح. وي نيد ا ميكانيك، محتاجين ميكانيكي. تو نقط اور كار، تو فيكس، عشان نصلح سياراتنا. اميل كارير ساع البريد، برينجز اس، بيجيب لنا ايه؟ بارسلز، الطرود، بارسلز. بيج 159، صفحه 159. اكمل القطعه. Different people have different jobs. الناس المختلفون لديهم وظائف مختلفة. A plumber fixes pipes and faucets. بيصلح السباك المواسير والحنفيات. A mechanic fixes cars. الميكانيكي بيصلح السيارات. A knot makes things work. بيخلي الأشياء تعمل. يبقى إيه؟ An electrician. يعني الكهربائي. A knot has our parcels. من اللي عنده الطرود بتاعتنا؟ ميل كارير، ساع البريد. اجار بيج كوليكتور، جامع القمامه. تيكس ذات راش، ياخد القمامه. اي ثينك، اعتقد. بينج ا باص درايفر، كونك سائق اتوبيس، از ذا موست انترستنج جوب، اكثر وظيفه تشويقا. يو درايف تو ميني ديفرنت بليس، بتسوق لاماكن مختلفه. اند هيلب لوتس اوف بيبول، وبتساعد الكثير من الناس. السؤال الرابع، قطع عليها اسئله. نقرا القطعه ونترجمها ونحل الاسئله.
All jobs are important. كل الوظائف مهمة. There are many workers. يوجد الكثير من العمال. That help us. اللي بتساعدنا. A plumber. السباك fixes pipes and faucets. بيصلح الحنفيات والمواسير. A mail carrier. ساعي البريد. Delivers our parcels. بيوصل طرودنا. أو بيسلم طرودنا. An electrician. الكهربائي makes things work. بيجعل الأشياء تعمل. A garbage collector. جامع القمامة. Takes out the trash. بيأخذ القمامة للخارج. A bus driver. سائق الأوتوبيس. Is the most interesting job. أكثر وظيفة شيقة. He drives people to many different places. بيوصل الناس لأماكن مختلفة. And helps lots of people. ويساعد الكثير من الناس. A mechanic. الميكانيكي. Fixes cars and buses. بيصلح السيارات والأوتوبيسات. All these workers. كل أولئك العمال should work together. ينبغي أن يعملوا معا. To make our life easier. عشان يخلوا حياتنا أسهل. Choose اختار. The general idea of the text is about. الفكرة العامة للنص هي عن إيه؟ عن jobs طبعا الوظائف. The word not in the text mean garbage. عايز كلمة بمعنى garbage يبقى trash. الاتنين بمعنى القمامة. What does a mechanic do? هو الميكانيكي بيعمل إيه؟ لو رجعنا للقطعة هقول a mechanic fixes cars and the buses. بيصلح السيارات والأوتوبيسات. Why should all workers work together? لماذا ينبغي على كل العمال أن يعملوا معا؟ هقول to make our life easier عشان يخلوا حياتنا أسهل. السؤال الخامس بنك تويت علامات ترقيم. Dad, do you like your job? يعني يا أبي هل بتحب وظيفتك؟ هنا في كومة. يا أبي هل بتحب وظيفتك؟ يبقى ده سؤال. Question mark. سؤال بمعنى هل. يبقى Dad, do you like your job? بحط كومة بعد الاسم اللي أنا بنادي عليه. وفي النهاية بشوف دي جملة خبرية ولا جملة استفهامية. هنا سؤال بادئ بهل يبقى علامة استفهام. السؤال السادس. اكتب باراجراف من 18 كلمة عن I like being a plumber. هكتب العنوان في نص السطر. I like being a plumber. العنوان في نص السطر من علامات تنصيص. بسيب مسافة في أول سطر. هنا بيقول important job. بيصلح عمل مهم. fix بيصلح pipes المواسير. هقول I like being. سيبنا مسافة أول سطر. A plumber. أحب أن أكون سباك. يبقى it's an important job. He عايد على السباك. Can fix pipes and faucets. بيقدر يصلح المواسير والحنفيات. All people, كل الناس, are happy, بتكون سعيدة. When they see him, لما بيشوفوه, عشان هو طبعا بيصلح المشاكل اللي عندهم. 160, 160. Choose, اختار. هنا قريب ولا بعيد؟ قريب. يبقى this is عمر's bed. هنا القطة بعيدة. That is my sister's bed. هنا التفاحة قريبة. This is my apple. هنا الدول أو الدمية بعيدة. تبقى that is the doll I bought yesterday. I bought yesterday. 161. Let's play with not balls. تبقى these balls الكرات قريبة. طب هنا الكرينز الألوان دي بعيدة. تبقى those. طب هنا الكتب قريبة. تبقى these. طب هنا الكايتس الطائرات الورقية بعيدة. تبقى زوز. طيب هنا زيس دي للمفرد تبقى إيس. زوز دي للجمع تبقى آر. زاد دي للمفرد تبقى إيس. زيس دي للجمع تبقى آر. يبقى عشان ما نتلخبطش. زيس إيز مفرد قريب. زات إيز مفرد بعيد. زيس آر جمع قريب. زوز آر. زوز آر جامع بعيد. 163. أميرة إز أميرة شغالة إلكتريشن. إلكتريشن يعني كهربائية.
الكتريشن كهربائية. She studied and practiced for, هي درست وتدربت لمدة كام سنة؟ قالي 3 years, 3 سنوات. Electricity travels very fast, تسافر الكهرباء بسرعة جدا. Close to the speed of light, قريبة من سرعة الضوء. In a night we sometimes see a flash of lightning, يبقى in a storm, في العاصفة احنا احيانا نرى وميد البرق. وميد البرق. Page 164, صفحة 164. We choose اختار. Electricity is not but we need it. Electricity is dangerous. الكهرباء خطيرة بس بنحتاجها. We should use electricity. ينبغي أن نستخدم الكهرباء. هتبقى safely بأمان. To make the machine work. عشان تخلي الآلة تعمل. Put the nut into a socket. حط إيه في الكوبس. Plug. يعني حط الفيشة في الكوبس. Nut R. مدام قال لي R. تبقى جمع. يبقى الوحيدة تنفع زوز. جمع بعيد. Don't touch. Nut socket. يبقى this socket لا تلمس هذا السوكت. It's dangerous هو خطير. Not house. Over there هناك يعني بعيد. يبقى الهاوس ده مفرد بس مفرد بعيد. يبقى that house over there is very old قديم جدا. Not is. مدام is تبقى this is such a nice place ده مكان جميل. To live in عشان تعيش فيه. An electrical shock الصدمة الكهربية can not us can burn us ممكن تحرقنا. We sometimes أحيانا see أن نرى a flash of lightning وميد البرق in a storm في العاصفة. Never touch anything electrical لا تلمس أي شيء كهربي. With not hands with wet hands بأيدي مبتلة. It's very dangerous خطيرة جدا. Not all my books those are my books. Not bird is so near I can see it well الطائر ده قريب جدا بقدر أشوفه كويس. يبقى قريب جدا يبقى this bird عشان دي مفرد قريب. مفرد قريب. السؤال الثاني قطعة ناقصة كلمات. مازن wants to be an electrician. يريد مازن أن يكون كهربائي. Electricity is very not. So he will study and practice it for years. يبقى الكهرباء إيه؟ هو قال لي هنا fast سريعة ولا years أنا ولا flash. وميد ولا dangerous. طبعا يا fast يا dangerous. طبعا هنا هتبقى dangerous. Dangerous إيه؟ خطيرة. عشان كده بيدرسها وبيتدرب عليها لسنين مش لسنه. فور ييرز لسنوات. هي اولويز بايز بوكس دايما بيشتري كتب اباوت الكتريستي عن الكهرباء. هي ليرنز هو بيتعلم ذات الكتريستي ان الكهرباء ترافلز بتسافر فيري فاست بسرعه جدا. كلوز تو ذا سبيد اوف لايت قريبه من سرعه الضوء. ان ا ستورم في العاصفه وي سمتايمز احيانا سي ا نوت اوف لايتنينج ا فلاش بنلاقي وميد للبرق. ا فلاش اوف lightning. Page 165 صفحة 165. وسؤال صحح. This هتبقى is للمفرد. This is a socket. Look at butterfly outside it's flying away. هنا مفرد بس مفرد بعيد عشان بص الفراشة في الخارج هي بتطير بعيدا. يبقى that. يبقى that مفرد بعيد. These are the plumber tools. لقينا جمع تبقى these جمع قريب. This car هتبقى is للمفرد. Nor found not shells on the beach last summer. يبقى ذات تبقى زوز عشان جمع بعيد. هنا مفرد بعيد اخليها جمع عشان شيلز جمع. زوز كلاود لوكس لايك اتيدي بير انا بشاور على السحب. ماشي او زوز كلاود السحابه. السحابه دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد بعيد طبعا ذات عشان هي بعيده عني. ذيس ار هتبقى زيز عشان جمع. كان يو جيت زوز هتبقى ذات قبل. ممكن تجيب التفاحة اللي هناك دي اللي على الدولاب. ذات mountains are very high تبقى زوز جمع بعيد. let's water this blends هتبقى زيز عشان هنا جمع. يبقى جمع this أو ذات. يبقى هنا قصدي مفرد this أو ذات عشان ما نتلخبطش. ده قريب ده بعيد. طب جمع زيز أو زوز. ده جامع قريب ده جامع بعيد. This shoes looks very expensive تبقى زيز عشان جامع. تبقى زيز shoes look very expensive. That flowers over the over there هناك بدل ذات اخليها زوز. السؤال الرابع علامات ترقيم. Is electricity dangerous الاي كابيتال وده سؤال بمعنى هل بادئ بفيرب تو بي وبعلامه استفهام. السؤال الخامس اكتب باراجراف من 18 كلمه
عن how to work safely with electricity، ازاي تعمل بامان مع الكهرباء. هكتب العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص، اسيب مسافه او سطر. هنا اجيب لي مجموعه من الكلمات بتساعدني زي electric shock، صدمه كهربائيه. only use plugs، فقط استخدم البلاجز الفيش وتهندس ايدي مبتله. ده واجب. ولو فتحنا صفحه 287 صفحه 287 هتلاقي نموذج لكتابه الباراجراف. ممكن ترجع للصفحه في نفس الكتاب هتلاقي نموذج تقراه وتكتب زيه. بيج 168 صفحه 168 تشوز، اختار لارا، تاليا اند امير. ار قال لي ار كازنز، هم اولاد عم. ار cousins. When Laura was a child، لما لارا كانت طفلة. She loved to، حبت ايه؟ To experiment، أن تجرب. When Talia was a baby، لما كانت تاليا طفلة. She played with blocks، لعبت بالمكعبات. Amir was always very nuat and he liked helping people patient، هو كان صبور دايما وحب مساعدة الناس. Page 171 صفحة 171 وتدريبات على الدرس الثالث. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة the correct answer، حاول الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. نص استماع my name is علا، when I was a baby I played with blocks، I played with blocks. I put one block on the top of another، on the top of another. when I was older I started making things، when I was older I started making things. I made a little house for my dog، for my dog. and a bed for my sister's doll، and a bed for my sister's doll. يبقى ده نص استماع. السؤال الثاني اختياري على كلمات الدرس. شوز اختار هانا يوزد ذا نوت، استخدمت هانا ايه؟ to open all the radios and cell phones، عشان تفتح الراديوهات القديمة والتليفونات. يبقى سكرو درايفر، المفك. أمير is always not he's very he is never angry، هو عمره ما بيكون غاضب. he's never angry، يبقى هو ايه؟ patient، صبور. my daughter بنتي is not she is 18، هي عندها 18 سنة، يبقى adult، هي بالغة. طبعا مش cousin، بنت عم او بيبي طفل او child طفل، بيبي طفل رضيع. تاليا اولويز كايد اتيب، اتيب بيجي معاها ميجر، دايما شايله شريط قياس اند بنسل وقلم رصاص. ماي سيستر از نوت، اختي ايه؟ شي لافز تو نو ايفريثينج، هي بتحب ان تعرف كل شيء، يبقى كيوريوس، هي فضوليه. ماي فازر از ان الكتريشن، ابي كهربائي. هي كان فيكس، الكهربائي بيصلح ايه؟ اديوس، الراديوهات. طبعا تيبل ترابيزه لا، ده نجار كاربنتر. بايبس وفوسيتس، المواسير والحنفيات، ده بنقول عليه بلامر، سباك. I use my knot to speak with my friends، بستخدم ايه عشان اتكلم مع اصدقائي؟ يبقى سيلفون، التليفون المحمول. ذا تيتشر نوت ذا نيو ليسون فيري ويل، يبقى ذا تيتشر اكسبلند، شرح المدرس الدرس الجديد بصوره جيده جدا. بيج 172 صفحه 172 واكمل القطعه بالكلمات. هنا سيفتي امان، الكتريستي كهرباء، الكتريشن كهربائي، تيتشر مدرس، سكرو درايفر مفك. وين لما واز ا تشايلد، لما كانت طفله. شي واز فيري كيوريوس، كانت فضوليه جدا. شي اولويز كاريد ا نوت اند اوبند اول ذا ريديوز، دايما كانت شايله ايه؟ سكرو درايفر مفك، وفتحت الراديوهات القديمه، سيل فونز والتليفونات، اند اني ثينج واي شيء. ذات هاد في ايه؟ الكتريستي او يشتغل بايه؟ بالكهرباء. هير فيفورت كويستشن، سؤالها المفضل ووز كان هاو داز ات ورك، ازاي ده بيشتغل. شي ليرند اباوت نقط، تعلمت عن سيفتي، عن الامان او السلامه، ويز الكتريستي مع استخدام الكهرباء. ناو الان لما از ان الكتريشن، هي كهربائيه. اند شي لافز هير جوب فيري ماتش، وتحب عملها كثيرا جدا. السؤال الرابع قطع عليها اسئله، نقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله. وين سلمى ووز بيبي، لما سلمى كانت صغيره او طفله رضيعه. شي بلايد ويز بلوكس، لعبت بالمكعبات. شي بوت وان بلوك اون توب اوف انذر، حطت مكعب على الثاني. وين شي ووز اولدر، لما كانت اكبر سنا. شي ستارتد ميكينج ثينجز، بدات في صنع الاشياء. شي ميد ا ليتل هاوس، عملت بيت صغير. فور هير دوج، لكلبها. اند ا بيد وسرير.
for her sisters دول لدمية أختها. She always carried a tape measure دايما حملت شريط قياس and a pencil وقلم رصاص. You can call سلمى ممكن تنادي على سلمى أو تتصل بها when you want to change something لما تريد أن تغير شيء. In your house في منزلك. Choose اختار. The text النص. Talks about بتتكلم عن مين؟ النص بيتكلم عن سلمى. When سلمى was a baby لما سلمى كانت طفلة رضيعة she played with كانت بتلعب بإيه؟ blocks بالمكعبات. Answer أجب. Do you think هل تعتقد سلمى can work as an electrician or an architect in the future؟ هل تعتقد تستطيع سلمى تشتغل كهربائية ولا مهندسة معمارية في المستقبل؟ طبعا هي بتحب المكعبات وبتلعب بيها وعملت بيت وبتشيل شريط قياس. يبقى I think أعتقد she can work تستطيع أن تعمل as an architect مهندسة طبعا معمارية. Why did سلمى use the tape measure؟ ليه سلمى كانت بتشيل شريط القياس؟ To measure عشان تقيس the things الأشياء and make them وتصنعهم. السؤال الخامس صحح. When Laura is little she loved. Loved the model. يبقى when Laura was little لما كانت صغيرة حبت to experiment. أمير help all his friends when he was young. يبقى helped ساعد أمير كل أصدقائه عندما كان صغير. My sister when my sister is a child she played the model. يبقى was. يبقى نلاحظ لو في فعل ماضي بحط الفعل التاني في الماضي البسيط. When Nada was young لما ندى كانت صغيرة she هتبقى started بدأت عشان إيه؟ بدأت making new things حطينا started أو كتبنا started عشان هنا was. Dad used the screwdriver to open the cell phone yesterday ده ماضي بسيط. يبقى used الأب استخدم المفك عشان يفتح التلفون. Nor be never angry when he was little. هقول nor was never angry يعني عمره ما كان إيه غاضب. Was never إيه angry. Verb to be في الماضي was aware مع المفرد was. السؤال السادس بنك تويت علامات الترقيم. لارا تاليا اند امير ار اول ادلتس. هنا الحرف الاول اسم كابيتال لازم احط هنا كوما. لارا وتاليا وامير كلهم اشخاص بالغون. دي جمله عاديه بدا باسم يبقى فول ستوب. 174 صفحه 174. What are they talking about in شريفه's class this week؟ هم بيتكلموا عن ايه في فصل شريفه هذا الاسبوع؟ هقول the good and bad things about different jobs الأشياء الجيدة والسيئة عن إيه وظائف مختلفة. What is Shreva's aunt job هي إيه وظيفة عمة شريفة؟ هي إذا أو she is a milk carrier هي إيه ساعد بريد. Why does everyone like meeting milk carriers؟ ليه كل واحد بيحب يشوف milk carriers؟ To get mails عشان يحصل على ايه البرد مثلا البريد الجواب او الطرد. Check page 175 صفحة 175. What do the electricians do؟ هما الكهربائيون بيعملوا ايه؟ هقول they connect electricity بيوصلوا الكهرباء. So that لو عايزين نكمل لكي we can use lights عشان نقدر نستخدم الأضواء. What do the plumbers do؟ طب السباكون بيعملوا ايه؟ هقول they connect the pipes بيوصلوا المواسير. So that لكي we have water يكون عندنا مياه. Who brings the children to school؟ من اللي بيجيب الأطفال للمدرسة؟ The bus drivers سائقو
الاتوبيسات هم اللي بيوصلوا الاطفال الى المدرسه. The bus drivers. Page 176 صفحة 176 وتدريبات على الدرس الرابع والخامس. Choose اختار. Pros are the not points about something. Pros يعني المزايا. تبقى good things الأشياء الجيدة عن شيء. One of the not of being a mail carrier is carrying heavy mail bag. حمل شنط تقيلة يبقى ايه؟ Cons عيوب كونك ساعي بريد. Mail carriers work not all day. Work outside بيشتغلوا في الخارج طول اليوم. It's great for the milk carrier من الرائع لساعي البريد when the weather is good لما الطقس يبقى جيد عشان بيعمل بالخارج. Not like meeting the milk carriers يبقى هنا everybody كل واحد بيحب يقابل ساعي البريد. Being a milk carrier كونك ساعي بريد is not an easy job مش وظيفة سهلة طبعا. There are many not who made our school. There are many workers في الكثير من العمال اللي عملوا مدرستنا. The not fix the cars and the buses مين اللي بيصلح السيارات والاوتوبيسات يبقى ميكانيكس الميكانيكيون. Not keep the school clean مين اللي بيحافظ على المدرسة نظيفة cleaners عمال النظافة. The not help us use lights مين اللي بيساعدنا نستخدم الأنوار. Electricians الكهربائيون بيوصلوا الكهرباء. The electrician connects الالكتريشن الكهربائي بيوصل الكتريستي الكهرباء. Our not bring the children to school من اللي بيجيب الأطفال للمدرسة. Bus drivers سائق الأتوبيسات. السؤال التاني أكمل القطعة. There are some good and bad points في أشياء جيدة وسيئة about being a milk carrier عن كونك ساعي بريد. On the one hand milk من ناحية milk carriers are not all day but are outside هم في الخارج طول اليوم. This is great ده رائع. When the weather is good لما الطقس يبقى جيد. But it's not fun بس مش ممتع. When the weather is very hot لما الطقس يبقى حار. Or cold أو برد. Milk carriers ساعات البريد not all day walk بيمشوا طول اليوم. And get a lot of exercise وبيعملوا exercise. Everybody كل واحد likes meeting the mail carrier بيحب يقابل ساعي البريد. Page 177 صفحة 177 قطع عليها أسئلة. My name is تامر اسمي تامر. I want to be a milk carrier أريد أن أكون ساعي بريد. But I will be outside all day بس هبقى في الخارج طول اليوم. And it's not fun وده مش ممتع. When the weather is very hot لما الطقس يبقى حار جدا. Or cold أو بارد. My brother علي أخي علي wants to be an electrician عايز يبقى كهربائي. To connect electricity عشان يوصل الكهرباء. So that لكي people can use lights easily ممكن الناس يستخدموا الأنوار أو الكهرباء أو الأضواء بسهولة. My friend Maggie صديقي Maggie wants to be a bus driver عايز يبقى سائق أوتوبيس. To bring the children to school عشان يجيب الأطفال للمدرسة أو يوصلهم. My friend Noah صديقتي Noah wants to be a mechanic عايزة تبقى ميكانيكية. To fix the cars عشان تصلح السيارات. And the buses والأوتوبيسات that bring the children to school اللي بتجلب الأطفال إلى المدرسة. شوز اختار. علي wants to be نقط. علي عايز يكون ايه؟ هنا قال لي علي عايز يكون electrician كهربائي عشان يوصل الكهرباء. نقط wants to be a mechanic من اللي عايزة تبقى ميكانيكية اي نوها wants to be a mechanic تبقى نوها. Why does Maggie want to be a bus driver ليه ماجد عايز يبقى سائق أوتوبيس. To bring the children to school to bring عشان يحضر the children الأطفال to school للمدرسة. Summarize the text into sentences لخص النص في جملتين. هقول there are many different jobs في وظيفة مختلفة أو في وظائف مختلفة عديدة طبعا. هنا قال لي في مثلا الإلكتريشن الكهربائي في الميكانيك الميكانيكي وهكذا. Every one likes working a different job كل واحد بيحب يشتغل وظيفة مختلفة عن التاني وظيفة مختلفة عن التاني. السؤال الرابع بنكتويت علامات تلقين. Workers keep the school clean هنا W capital ودي جملة بادئة بكلمة عمال يبقى جملة خبرية تبقى فول ستوب. What does the bus driver do ماذا يفعل سائق الأتوبيس هنا W capital بس ده سؤال
يبقى كويشن مارك. عرفنا ازاي؟ هنا بادئ بعدد استفهام، هنا بادئ باسم العمال. السؤال الخامس، اكتب باراجراف من 18 كلمه عن workers who made our school، العمال اللي عملوا مدرستنا. كلينرز عمال النظافه، بلامرز السباكون، باص درايفرز سائق الاتوبيس. طبعا ده هيبقى واجب، هنكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هنسيب مسافه في اول سطر. ممكن نستعين بالجمل اللي خدناها، وممكن في صفحه 287 في نموذج للباراجراف نرجع له نقراه ونفهم فكرته ونكتب زيه. بيج 182 صفحه 182. السؤال الاول listening استماع. listen and circle the correct answer، استمع وضع دائره حول الاجابه الصحيحه. from A B C or D من الاربع اختيارات هنسمع ونختار. there are some pros and cons of being a milk carrier. milk carriers work outside all day. milk carriers carry heavy milk bags as well. they wake up very early. يبقى ده نص استماع، بسمع وبحل. هنا بيقول لي في مزايا وعيوب لساعي البريد، هم بيشتغلوا في الخارج، شنط البريد بتبقى تقيلة جدا، هم بيصحوا باكرا جدا. السؤال الثاني اختياري على كلمات الوحدة، شوز اختار. if you have a problem with pipes in your house، لو انت عندك مشكلة في المواسير في بيتك. you need a plumber، محتاج سباك. عادل used this note to open all the radios and the cell phones، عادل استخدم ايه عشان يفتح الراديوهات القديمة والتليفونات. تبقى سكرو درايفر، المفك. you need note to fix the car، محتاج ايه عشان تصلح السيارة. ميكانيك، الميكانيكي. never put anything into a knot، only use plugs، اوعى تحط اي حاجة in a socket في الكوبس، فقط استخدم الفيش. السؤال التالت قطع على نص كلمات. A garbage collector جامع القمامة is outside all the day، هو في الخارج طول اليوم. he takes away all the trash، بياخد كل القمامة. so you can keep your house nice and clean، عشان تخلي بيتك نظيف وجميل. when it rains لما الجو يمطر او لما تمطر. the garbage collector gets wet بيبتل. but he is happy ولكنه سعيد. because he helps to clean the city، ان هو يساعد ان هو يجعل المدينه نظيفه او ينظف المدينه. he is healthy، هو صحي. because he walks، لانه بيمشي. every day كل يوم، every day كل يوم. page 183 صفحه 183 قطع عليها اسئله، نقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله. my dad is an electrician، ابي كهربائي. he connects electricity two houses، بيوصل الكهرباء للمنازل. he helps people use lights، بيساعد الناس يستخدموا الانوار. watch TV، شاهدوا التلفاز. and use computers، ويستخدموا الكمبيوترات. electricity is important، الكهرباء مهمة. but it can harm us، بس ممكن تضرنا. harm يعني يضر. to ايضا my dad knows، يعرف ابي. how to work safely، ازاي يعمل بامان. with electricity مع الكهرباء. he uses a screwdriver، بيستخدم المفك. and never touches electrical things، ولا يلمس الاشياء الكهربائيه ابدا. with wet hands، بايدي مبتله. he never puts anything in a socket، لا يضع اي شيء في ايه؟ في الكوبس. اسئله القطع، choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. from A B C or D من الاربع اختيارات. an electrician، الكهربائي. is a person، هو شخص. who connects، اللي بيوصل electricity، الكهرباء. the underlined word harm means، harm هنا بمعنى يضر، بتساوي hurt، بتساوي ايه hurt. answer اجب. what tool does the electrician use، ايه الاداة اللي بيستخدمها الكهربائي. هقول he uses a screwdriver، بيستخدم ايه؟ المفك. a screwdriver. how does an electrician help people، ازاي الكهربائي بيساعد الناس. طبعا ان هو بيوصل الكهرباء اهي. he helps people use lights، watch TV، ويتفرجوا على التلفاز. and use computers، يبقى دي number 4. read and write the correct form، يعني اقرا واكتب الصيغه الصحيحه. صحح. can you give me this paper please، هتبقى this paper عشان دي مفرد. this مش this، this للجمع. don't put books، ما تحطش الكتب. on the shelf it's far away، على هذا او على الرف ده، تبقى ذات. بس ده مفرد بعيد مش زوز، زوز للجمع، ذات للمفرد البعيد. طب ليه بعيد؟ عشان هو قال لي it's far away، هو بعيد. ذات kites، طبعا الطائرات جمع، هتبقى ايه؟ in the sky look beautiful، اللي في السماء جميله. اللي في السماء دي بعيد، جمع، يبقى زوز kites.
هي طائرات جمع وجمع بعيدة عشان في السماء تبقى زوز. These are. These للجمع القريبة. طبعا شرحنا القاعدة بالتفصيل. قلنا this is مفرد قريب. That is مفرد بعيد. These are جمع قريب. Those are جمع بعيد. بنكتويت علامات ترقيم. Why is electricity dangerous؟ هنا W capital. ده سؤال للكهرباء خطيرة، يبقى علامة استفهام. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة عن different jobs، وظائف مختلفة. بنكتب العنوان في نص السطر. نسيب مسافة في أول سطر، ممكن أقول all jobs are important، كل الوظائف مهمة. they are different، هي مختلفة. هنا قال يتكلم عن الكتريشن الكهربائي وبلمر السباك. ممكن اقول ايه؟ the electrician الكهربائي helps people بيساعد الناس. use lights يستخدموا الانوار. watch TV يتفرجوا على التلفاز. and use computers ويستخدموا الكمبيوترات. ذا بلامرز السباك. فيكسز بيصلح. بايبس المواسير. اند فوسيتس والحنفيات. وهكذا. دي فكره الباراجراف. بيج 184 صفحه 184 وامتحان طلابنا طلاب الازهر. السؤال الاول اكمل المحادثه ما بين ادم وعلي. هو كلينز اور نقط اور سكول، مين بينظف مدرستنا؟ تبقى ذا كلينر عامل النظافه. كيب ذا سكول كلين. اند هو برينجز ومين اللي بيجيب؟ ذا تشيلدرن الاطفال تو سكول للمدرسه. ذا باس درايفر سائق الاتوبيس. السؤال الثاني اختياري. ذا نقط دليفرز ميلز مين اللي بيوصل البريد والطرود؟ طبعا ميل كارير ساع البريد. نقط ار تبقى زيز ار زيز للجمع. زي نقط كونكت سبايس من بيوصل المواسير والحنفيات. بلامر السباك. السباك ميكانيكس الميكانيكيون بيصلحوا اور كارز سيارتنا يبقى فيكس. ويوز زي نقط بنستخدم ايه؟ تو اوبن اول ريديوز عشان نفتح الراديوهات القديمه والتليفونات يبقى سكرو درايفر المفك. ري اوردر رتب. اميره از ان الكتريشن اميره كهربائيه. هاو can we use electricity safely؟ ازاي نستخدم الكهرباء بامان؟ ذا ميكانيك الميكانيكي. فيكسز بيصلح. باسز الاتوبيسات. اند كارز والسيارات. electricity الكهرباء can be very dangerous ممكن تبقى خطيره جدا. these are علز ميلز اند بارسلز. وبكده يبقى خلصنا امتحان وتدريبات يونت 5 من كتاب جيم الاضواء منهج كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.